والله كف وببجي صفقة شباب والله ببجي. وأخيرا ببجي تاخذون قرار ضد الحكاتيب. صراحة إنجاز حلو من ببجي إنه بدوا شوية يتحركوا بموضوع الهاكات. بالفترة الأخيرة هم أصلا كانوا يبنتون الهاكات بس يعني كانوا بجيب كميات قليلة يعني شي صفحة تلاقي صفحتين، لكن هاي المرة 25 صفحة بوم ببجي سوت حق الهاكات. حتى انا اي كان كونفيرم صراحة الموضوع لاني انا لعبت اكثر عن جيم امس، ما شفت صراحة بلابل طائرة نايس عطى مش الرسبت. طب ادري انتم ملاحظين انا اخر فترة ما صرت انزل كثير، انزل ووقف انزل ووقف، لان انتم شايفين الوضع كيف في ببجي صاير مزري صراحة. حاولت العب العاب ثانية بس ما استمتعت فيها كثير، يعني املي الوحيد كان هي كول اوف ديوتي، بس كول اوف ديوتي كانت تعرف شي ايرلي ستيجز فاللعبة مقلشة كل شوي كراش كراش كراش، قلت بنتظر. ايضا حتى اني حاولت انوع بالالعاب، اوكي لعبت فورتنايت عجبتني، مش الباتل رويال لا عجبتني الكرياتيف مود، بس تاني احلى لعبة صراحة عجبتني اللي هي ماينكرافت، ان شاء الله قريبا راح استمر على ماينكرافت. بالله شو شو كيف بس ان شاء الله قريبا راح اسوي تغييرات كثيره في القناه، ان شاء الله القناه ترجع مثل قبل. وطبعا اخر فتره التفاعل في القناه شويه بدا يقل، بس هذا شيء طبيعي لان الناس ما تبغي كل يوم تشوفك، في ناس تبغي تشوفك فتره وبعدين تطفش، في ناس تقول عادي ان انا ابغى اتابع سكيلز كل يوم، بس في ناس كميه كبيره من الناس ما تبغى تتابع نفس الشخص كل يوم. صراحه انا يعني اتفق مع هالنوع من الناس لان انا واحد منهم، يعني على سبيل المثال انا كنت دائما متعود اني اتابع بيوري باي اشوف كل حلقاته يوميا، بس بعد فتره خلاص تطفش تقول اوكي ذاتس انف اي نيد ا بريك، تاخذ لك شي اسبوع اسبوعين بعدين ترجع تشوفه تستمتع. لذلك انا بديت احس بنفس الشعور صراحه، يعني حتى انا بديت اشوف مقاطعي بديت احس إن خلاص بس طفشنا. سو جدول القناة إن شاء الله راح يكون يوم أوكي يوم لا، يوم أوكي يوم لا، يمكن يوم ورا يوم، يمكن في مقطع يومين مع بعض، ما في جدول ثابت، بس أنا أضمن لكم مقطع يوم مقطع لا، تمام؟ يعني ما أبغى أعبي القناة عشان بس مشاهدة. ولا مستغربين إن أنا شلت الخلفية الخضراء، تعرف تي كسر الروتين نكسر الروتين. إن شاء الله قريبا بنزلكم مقطع براويكم الاستوديو كيف بعد التضبيطات وهذا، بعدين مشاهدة لا تستعجل. وصراحة في شيء ثاني بعد بقول لكم إياه، إن أنا تعبت نفسيا من كثر التنزيل، مع أن عندي ناس يساعدوني في المونتاج، عندي سيفو عندي نادر، هذول هم اللي ماسكين القناة حاليا، بس إن شاء الله أحس هاي فترة وراح تعدي إن شاء الله نرجع أقوى. ما عليكم trust me I am always strong. هاي الفقرة أنا سميتها أخبار سكيلزية لأن راح تنزل يعني بشكل أسبوعي تقريبا، أعطيكم أبديت سريع عني عن القناة إلى آخرة. و that's it boys، ونراكم في الحلقة القادمة. نقدر نمد في الحلقة عشان تصير 10 دقايق؟ لا ما يصير.